من أجل الاستمرار في حفظ وصون التراث وحمايته ونقله للأجيال، يسعى معهد الشارقة للتراث إلى التعريف المستمر بالتراث الإماراتي عن طريق التواصل والتفاعل وتبادل المعارف والتجارب والخبرات مع الجهات والمؤسسات المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، وضمن أجندة برنامج فعاليات أسابيع التراث الثقافي العالمي لعام 2016 والتي ينظمها معهد الشارقة للتراث، افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم مساء أمس الفعاليات الثقافية الإيطالية سردينيا في البيت الغربي مركز فعاليات التراث الثقافي، وذلك بمنطقة التراث في قلب الشارقة، حيث تحل الجمهورية الإيطالية ضيفاً لشهر أكتوبر، وذلك في الفترة من 17 وحتى 21 من أكتوبر الجاري، بعروضها المتنوعة التي تعكس التراث الثقافي الإيطالي. تم اختيار مدينة سردينيا الإيطالية لتمثل أسبوع التراث الإيطالي الذي يستضيف معهد الشارقة للتراث خلال شهر أكتوبر. حقيقة تتنوع الفعاليات والأجندة لهذا الأسبوع، هناك الكثير من عروض الفرق الشعبية التقليدية في مدينة سردينيا، هناك الحرف اليدوية، هناك المشغولات والعرض الأقمشة التقليدية أيضا، بالإضافة إلى عرض للعبة السامورة التقليدية في مدينة سردينيا، بالإضافة إلى العديد من الندوات وورش العمل. 5 أيام من مشاركة جزيرة سردينيا تحمل للشارقة خصوصية وثراء المكون الحضاري للجمهورية الإيطالية بزخمه الثقافي الفني التراثي المتنوع من مختلف الأشكال من المعارض واللوحات الفنية وركن المأكولات الشعبية، بالإضافة إلى عروض الموسيقى الغنائية في التقاليد السردينية والفلكلورية. نشكر إمارة الشارقة لفسحها المجال لإيطاليا وجزيرة سردينيا للمشاركة في أسابيع التراث العالمي. إن علاقتنا بالشارقة قديمة، بدأت من خلال مهرجان ألعاب الأولمبياد الشعبية الذي هدف إلى نقل التراث من الآباء إلى الأبناء والحفاظ على الهوية الوطنية، والذي قد شاركت فيه الشارقة، ومن بعدها حضرنا إلى هنا. هو شرف كبير لنا حيث أننا نتفق مع الشارقة على حفظ الهوية. أسبوع التراث الإيطالي ومختلف الأسابيع التراثية العالمية من الشارقة الباسمة الداعمة للإنسان وخصوصية هويته، هي جسور تواصل ممتدة بالمحبة والتآخي والسلام بين مختلف شعوب العالم.